السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث اصدارات من شركة بايون لأول مرة في السوق المصري، حكاية من الآخر. كنا طبعا اتعرفنا على اصدار واحد بس اللي هو الدايون لاتيه، لا نزل دلوقتي اللي هو الدايون 9 والدايون 29. طبعا كنا اتكلمنا عنهم ولكن ما كانش حد شاف شكلهم النهائي. زي ما حضرتك شايف ثلاث اصدارات ممتازين جدا، خامة وشكل وقاعدة كويسة ومريحة. طبعا هنعرف كل مواصفات كل نوع منهم وكل اصدار منهم، مواصفات دقيقة جدا زي ما تعودنا، مواصفات المحرك والموتوسيكل كامل والركوب، وهنعمل تجربة على الطريق ونعمل فيديوهات التجميع على قناة عائلة الموتوسيكلات زي ما تعودنا لكل اصدار منهم ان شاء الله، وتشوف اختبار للخامات والكلام ده. ولكن طبعا الفينش او التشطيب النهائي بيتكلم لوحده. اصدارات جميلة جدا، شركة دايون فعلا بتبدع في السوق المصري، حاجة كويسة جدا. وطبعا يعني الحاجة اللي هتبقى مقلقة قطع الغيار وتوفرها وكيفية الصيانة في السوق. طبعا ده كل اللي هنتكلم عنه الفترة اللي جاية، وده اهم حاجة في الموتوسيكل نفسه او في اي حاجة موجودة، لان حتى اصحاب السيارات قعدوا بيشتكوا من موضوع توفر قطع الغيار في الايام ديت. فالنهاردة ان شاء الله هيبقى لازم نهتم بالموضوع ده ونسأل الاول قبل ما نطرح اي منتج للعميل. ده كده التلات اصدارات، التسعة والتسعة وعشرين والدايون لاتيه، دول اللي اتوجدوا الاسبوع ده وان شاء الله اتطرحوا في السوق. السعر الرسمي ان شاء الله هنعرفه مع الفيديو الجاي. دمتم في امان الله والسلام.